والآن وقفة حداد والفاتحة عن أرواح شهدائنا في غزة. نرحب بالأخوة والأخوات أصحاب العطوفة والسعادة ونقول يا غزة يا أرض العزة، فيك الشجر وفيك الحجر عاش بعزة، فيك الشاب وفيك العاجز مات بعزة، ستظلين أرض العزة. الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أقتبس من حديث جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى: بالنهاية نحن الجيش العربي المصطفوي، تاريخنا في القدس وفلسطين. انتهى الاقتباس. لم ولن يفرقنا العدو الصهيوني. غزة من الماسورة صنعت صاروخ، من المروحة صنعت طيارة، من الجلد الغنم صنعت اللفاف تبع العمليات. هذه غزة يا أخوان. ربنا بيقول وعدوا لهم ما استطعتم. شو عدت غزة؟ عدت غزة، عدت لما بتصنع لك الصاروخ من ماسورة بلاستيك بتسوي لك صاروخ، فغزة والله إنها عدت. الأخوة والأخوات الكرام، أتحدث باسم رابطة بصمة وفاء، وهذه الرابطة التي تجاوز عمرها 10 سنوات، حيث دخلت المدن والبوادي والمخيمات وشعارها قوتنا بوحدتنا. ومن هنا نقف مع أهلنا في فلسطين حتى تحريرها من البحر إلى النهر. واسمحوا لي أن أشكر القائمين على قاعة النائب أمجد المسلماني، والشكر للنائب السابق أمجد المسلماني. الأخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أتحدث عن كلمة الوحدة الوطنية. كلمة الوحدة الوطنية، هذه الكلمة أصبحت كلمة لا تنطبق على الشعب الأردني. لماذا؟ بكل بساطة، هل تطلب مني وحدة وطنية بيني وبين أمي؟ هل تطلب وحدة وطنية بيني وبين خالي؟ فإذا هذه الكلمة انتهى وقتها وزمانها. وندعو من الله العلي القدير أن نحفظ أردننا وقيادته العربية الهاشمية، ونترحم على من ارتقوا من شهداء غزة، وأن نصلي بالقدس قريبا بإذن الله. فإلى أخواننا في قطاع غزة والضفة الغربية كل الإجلال والاحترام والتقدير. سبب هذا العدوان هو حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية والتاريخية على ترابه الوطني. حقيقة إحنا اليوم في قمة النصر، إحنا اليوم في قمة عروبتنا وفي قمة إسلامنا وفي قمة إنسانيتنا. شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي وكل العالم وقف كله احترام وتقدير لأخلاق هؤلاء الناس، لأخلاق هؤلاء المقاومين، لأخلاق سيدنا محمد اللي هم بطبقوه على الأرض. هذه الأخلاق هي اللي غيرت مفهوم الكون كله. الصورة اللي ضحكوا علينا فيها من 48 جيش لا يقهر، طلع يقهر، طلع هش، طلع من الورق. عشان هيك بقول حتى على المستوى الشخصي قديش إحنا منخاف من أشياء لأنه ما بنجربها، بس لو نجربها بنلاقيها أنها منقدر نعملها. فهذا اللي عملته المقاومة. جلالة الملك سيدنا الله يخليك تبني وتعمر لينا، لما بتنادي بنلبيك، تشبك ايدك في ايدينا. حامي الوطن، حامي الدين، ناصر شعب فلسطين كريم، وكل اعمالك ترضيك. ابناء غزه ابناء الجبارين، ابناء فلسطين ابناء الجبارين. غزه غزه هاشم، صرنا نشوف كيف انه اللي بده يقاوم الدبابه بيحمل سكينه، ولد صغير بيحمل سكينه، واللي بده يقاوم الباروده اللي صنعها حديث بيحمل له خشبه زي ما تفضلوا الاخوان. هذول هم الجنود، هذول اللي هم اللي الله يرعاهم
والله يحميهم ورحم الله شهدائهم. هذول هم هذا الكيان الصهيوني اللي بيقول انه لا يقهر، لا قهر، قهر ثلاث مرات يا اخوان. القدر ما يركب الا على ثلاث بالعاميه، ودي احكي لكم اليوم قهر بمعركه الكرامه، وقهر في الانتفاضه في فلسطين، قهر مش ما قهر، وقهر الان في غزه. والله الانسان بيوقف عاجز عن التعبير، لانه الالم انا حكيتها قبل هالمره لا يكتب ولا يقرا، يشعر ويخلد بالتاريخ بالام امهات فلسطين اللي بتوقف دماء ابنها بتشوفها بعينيها وجدت وبتزغرت. هاي النساء الله يعطيهم الصبر والسلوان. واخيرا، حتى الصمت في مجتمعنا هو تعبير عن الغضب. شكرا للي عبر بشعر، بكلمه، باحساس، بصمت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد العربي الأمين. سيد العزيز، رابط وصمة وفاء هي جمعية تابعة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، عمرها 10 سنوات. ارتئينا أن يكون لنا موقف داعم للموقف الأردني، موقف جلالة الملك المفدى بالعدوان على غزة. وسيد العزيز، احنا بنقول احنا معاك قلبا وقالبا، ودائما هذه قضيتنا الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. انا محمد ابراهيم السدودي، عضو هيئه اداريه لبصمه وفاء للوطن وقائد الوطن. لا يسعني في هذه الامسيه الجميله الا ان ارحب بالحضور الكريم، واننا في هذه المناسبه نقف اجلالا واحتراما لاهلنا في غزه الصمود الذين صمدوا أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم لمدة 48 يوما، تلقوا القصف والدمار. وهنا لابد أن نشيد بموقف جلالة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وقف من اليوم الأول للعدوان مستنكرا لهذه الهجمة البربرية على أهلنا في قطاع غزة، وقام بإرسال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني في غزة، وأيضا تم تجهيز مستشفى ميداني آخر في نابلس. وتحرك جلالة سيدنا منذ اليوم الأول بين العواصم العربية والأجنبية لكي يحشد للدعم لوقف إطلاق النار، وقف الهجمة البربرية على أهل غزة. يسعد مساء الجميع. أولا، مساء هاشمي حر على جميع المواطنين الأردنيين الفلسطينيين. نشكر موقف جلالة سيدنا بالنسبة لموقفهم من غزة، من أهل غزة ومؤازرته لهم، ونشكر الشعب الأردني على إحساسه بالآلام وكأننا على أرض غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحي غياضة، رئيس لجنة خدمات مخيم الحسين. من هنا بنبعث تحية إلى أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، المقاتلين المجاهدين، وإلى الشهداء الأبرار، وإلى الجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل، وإلى المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية كل الاحترام والتقدير، وإلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جميعا على صمودهم، هذا الصمود الأسطوري. نحيي أبطال غزة وشعب غزة الجبار. طبعا تحية، وأكبر تحية من الأردن، بلد الصمود والتحدي، بلد الأنصار. تحية إلى كل أهل فلسطين الحبيبة، وأنا متفائل وعندي أمل إنه القادم أجمل، وأجمل إنه راح تكون إن شاء الله الأردن وفلسطين بلد واحد وشعب واحد ودم واحد وكلنا أخوة. وأجمل تحية لكل الأمة العربية. شكرا لكم. كانوا 10 وأنا والذئب وحيد أبي، ما رف جفن أخي حين وشم الحبل وط كفه، ما أوجع الأخ مغدورا بكف أخي. كانوا 10 وأنا والذئب وحيد أبي،
ما رف جفن أخي حين وشم الحبل بطن كفه، ما أوجع الأخ مغدورا بكف أخي. كانوا عشرة والصمت يلف وحشتي ومن وجعي. اللهم صل على سيدنا محمد. كانوا عشرة وأنا والذئب وحيد أبي، ما رف جفن أخي حين وشم الحبل بطن كفه، ما أوجع الأخ مغدورا بكف أخيه. يا ضيق صدري حين لف الصمت وحشتي وصرخت من وجعي أناجيه، أستنهض الذئب بعرق شهامة وأستجد السلامة من مخلبي. ما قيل يوما أن ذئبا عض صاحبه، لكن قالوا قيصر مات مغدورا بخيانة من صاحبي. فإن ضاق عرق الدم، ما قيل يوما أن ذئبا عض صاحبه، لكن قالوا قيصر مات مغدورا بخيانة من صاحبي. فإن ضاق عرق الدم في وجه طامع، لا يعصم الفتى من الغدر صلب أبيه. كلاهما كان من صلب آدم، لولا الغراب ما دار سوءة أخيه.